هذه الدقية المتميزة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقا صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية، ولكن شراكة نريدها رابح رابح وليس علاقة تبعية واستعمار جديد. إن تعبيرنا وتعبير اسمنا عن موقف الرافض والمدير لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدنا هو موقف من موقع حزب وطني مسؤول ومستقل، وفي موقع المعارضة كما كان في موقع المساهمة في الحكومة. حويط محمد، نائب برلماني دائرة وزان التجمع الوطني للأحرار. فيما يخص الجلسة اللي كانت اليوم واللي كانت جلسة مشتركة ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، واللي كان الموضوع ديالها هو الرد على التوصية اللي تم الاستفزاز بها المغرب من طرف البرلمان الأوروبي واللي تصادق عليها في الجمعة الأخير، أنا عندي واحد العدد ديال الملاحظات صراحة، واحد العدد ديال الملاحظة الأولى هو أن ذلك القرار ما تصوتش بالأعضاء اللي من المفروض كيتصوت عليه بقرارات عدة، هي يعني نورمالمون كيتصوت ب 600 عضو فما فوق من أصل 704، القرار هذا اللي داز ب 300 وشي حاجة، 320 كنظن ولا أقل. هذا دليل على ان حتى في البرلمان الاوروبي هناك برلمانيين، هناك فرق برلمانيه اللي كانت ضد هذا القرار وكان ضد هذه التوصيه، هذا يدل على ان كاين خلل حتى في البرلمان الاوروبي، وبان هذه الخطه ممنهجه ضد المغرب، كتخدم اجنده ديال الجهات المعاديه للمغرب، ونظرا للمصلحه ديال بعض البرلمانيين الاوروبيين ولا بعض الدول الغربيه في هذا الامر هذا. ولا ما كانش هذا الشيء بهذه الكيفيه هذه، شنو اللي غيجعل البرلمان الاوروبي يبدل الراي ديالو ويغير الراي ديالو، رغم ان المغرب عنده تاريخ في الشراكات ما بين المغرب وما بين البرلمان الاوروبي، وعنده شراكه متميزه، وهو اعطى وضع متميز للمغرب واعتبره شريك متميز وشريك من الشركاء الاساسيين. وكاين هناك تقارير ديال البرلمان الاوروبي 2010 في 2015 و2017 و2019 وحتى في 2021 اللي كتشيد بالمستوى العلاقات ما بين المغرب وما بين البرلمان الاوروبي. كيف اصبح المغرب اليوم متهم وتصدر في حقه التوصيات اللي هي توصيات استفزازيه لا اقل ولا اكثر؟ الجواب واضح، هو ان المغرب بالتقدم ديالو بالازدهار ديالو في واحد العدد المجالات اصبح يزعج سواء الخصوم الجيران سواء بعض الدول الغربيه، اللي صراحه هي في القرارات ديالها كتخدم اجندات من جهات معاديه للمغرب، وهذا واضح للعموم ما كيحتاجش تفسير وما كيحتاجش توضيح. باتهم صراحه بان البرلمان المغربي بمجلسيه قام بتنديد وجذب هذا القرار ديال البرلمان الاوروبي اللي جا في واحد سياق غير عادي، واللي المغاربة كاملين نددوا به وعرفوا بأن ما وراءه هو مصالح أوروبية ومعاكسة المكان المغربية في هذا الاتجاه. هذا تيبين بأن المغرب اليوم بدأ كيشكل واحد القوة داخل إفريقيا، وبدأ عنده علاقات مهمة جدا مع دول لا أوروبية ولا إفريقية، وكيعرف واحد التقدم مهم، هذا ما جعلهم تكون هذا الموقف حساس بالنسبة لهم. وبطبيعة الحال هما محتاجين لبعض الدول الأخرى في للاستفادة من الغاز والبترول وعلى حساب المغرب، وكانوا هذه القرارات بائسة لا تعني شيئا بالنسبه للتقدم والازدهار اللي كيعرفوا المغرب في هذا الوقت هذا، واللي الحمد لله بالمؤسسات ديالو القويه اللي هي نابعه من الدستور المغربي 2011، وكذلك رجاله ونساؤه وجميع المكونات ديالو. وحنا كنشفنا في البرلمان جميع الفرق والمجموعات كانوا واقفين كرجل واحد من اجل المصالح المغربية. واليوم سمعنا سيد رئيس مجلس النواب لما تكلم بوضوح حول إعادة النظر في العلاقة البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي، لأن أقل ما يمكن فعله هو هذا. بطبيعة الحال احنا كدولة عندنا مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي،
وبالتالي ممكن في هذه الأوقات هذه يمكنوا حاضرين جدا في جميع هذه الممارسات هذه الخفي اللي كتمشي خارج السياح. حنا عارفين شكون اللي وراء هاد الممارسة الدنيئة اللي ما لقاوش في المغرب هذاك التلميذ اللي يمكن له يسمع الأوامر ديال الأستاذ. وبالتالي الفشل ذريع بالنسبة للبرلمان الأوروبي لأن شاف واحد التوجه ونسى راسه، نسى بأن الممارسات اللي هي كدار في أوروبا واللي كيعاني منها الشعب الأوروبي بصفة عامة من كراهية وما من تطرف بدينا كنحسوا به حتى في العلاقة مع الدول اللي هي خارج الاتحاد الأوروبي. وحنا المغرب ما نسقطوش في هاد الممارسات هذه، وحنا عندنا العزيمة باش نمشيو للأمام وراء جلالة الملك ونكونوا كرجل واحد دائما في جميع المواقف المهمة والخوية. البرلمان الأوروبي كنظن أول مرة بيان سور كانوا بعض القرارات مع بعض البرلمانيين ديال الدول الأوروبية، ولكن مع البرلمان الأوروبي هذا هو الأول، لأنه المغرب وأكثرية البرلمان المغربي حس بما كاين واحد تدخل في السيادة ديال الدولة وفي استقلالية القضاء اللي ما يمكنش المغرب يتقبلها، وفي بعض الاتهامات اللي كانوا جايين لأنه احنا عارفين شكون مراد هذا الشيء، وبينين بما الناس خدامين افيك ان اجندا بيان بريسي، وغرض هو يوصلوا لواحد واحد المبتغى اللي انه يدير واحد لامالغام ما بين حقوق الانسان والفضيحه اللي كيعيشها اليوم البرلمان الاوروبي اللي هي فضيحه الرشوه، وبعد الاتهامات اللي زعما بعد اعداء ديال المغرب بغاو يدخلوا فيها المغرب. داكشي علاش جو بونس كو الجلسه ديال اليوم كانت في محلها والقرار قرار في محله حتى هو. اي دو توت لي مانيير لا بروميير ريزولوشن اليوم اللي تخدات من المغرب عند البرلمان الاوروبي سني با اون ريزولوشن كونترينيون ضد المغرب، هذاك القرار ما عندوش شي تاثير على المغرب، ولكن المغرب كوميم خصو يبين الموقف ديالو باش ما تكونش اون اسكالاد، حيت جايين افيك كان اجندا كليك بيان بريسي. ملي كتشوف لا ناتور دي زاموندمون اللي كيتحطوا وكيفاش كيتحطوا وشكون اللي كيحطهم كتعرف شنو هو الغرض في هادشي كله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.